What's up, guys? Welcome back to my channel, Mila Games. Make sure you subscribe, like, and share, and hit that bell button. Share the love. Thank you. Hello, السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الشباب كيف حالكم يا جماعة؟ شباب اليوم جابنا لكم أكبر خريطة أمريكية. يعني كندا وأستراليا ومكسيك وبرازيل و شي قلت لك تقريبا حدود شي تقريبا 50 ولاية مفتوحة. مثلا أمريكا طبعا هو مقبطة، انسى أمريكا، بس كندا وأستراليا وبرازيل ومكسيك. فهذا الخريطة شباب اسمه ريو ماريو. ريو ماريو هو أحسن شركة يعمل الخرائط، خرائط نظيفة. هذا واحد. فحبيب قلبي هسه أقول لك تابعوا الشرح زين حتى بعدين لا تغلط بالغلط، تسوي مودات مالتك أو يعني شو اسمه، ركز على كلامي، تابعوا الشرح. أولا لما أخليها برابط مباشر حبايب قلبي، تتحمل هذا الملف. هذا الملف 1 جيجا بايت وتقريبا فوق النص. ايش قد مكتوبة؟ 1 جيجا بايت وحجمها 1 جيجا بايت و72 ميجا بايت. زين، لما تعطي فك الضغط على هذا الملف يطلع 6 ملفات هكذا. هي يطلع 6 ملفات هكذا، 6 كتابات يطلع من هذا الكتاب. فهذا الكتابات شوفها مثلي، شو تعمل؟ امسكها صفتها على الشاشة على الكمبيوتر مالتك، واحد واحد تعطي فك الضغط هكذا، تعطي كليك يمين تجي على هذا تدوسه، يعطي فك الضغط يطلع دفتر يعني هيجي ملف، تجيبه بصفه واحد واحد مثلي. هي شوف أنا فتحتهم كلهم. زين، واحد واحد هكذا تفتحها، وبعدين يطلع الأوراق الأبيض بداخل هذولهم، يطلع كل ملف بها ورق أبيض، تمسكه وتكبه ويا المودات مالتك، أو تسوي نسخة. أنا ما سويت نسخة، أنا رأسا خوش خريطة أنا أحبه، مسكت وكبيت ويا المودات مالي. زين، فهمت مفهومة؟ شوفه تعطي فك الضغط على هذولهم يطلع هذا، كل هذولهم بها ورق أبيض، هذولهم تأخذها من هذولهم الكلهم، تأخذها وتعطي كوبي أو نسخة تكبها ويا المودات مالتك. زين حبيبي، فمهم ما أنا ما أريد أطول، خلي ندخل على اللعبة. ونسبة تصفيت المودات، خلي البرنامج بداية ما سجلت، إيش قد مستعجل، عندي مودات كثير بصراحة. فهسا قبل أنا بدخل على اللعبة بالاخير اقول لكم شلون تصفتون المودات، وبعدين شنو يريد منكم. شغلة مهمة، تابعوا وركزوا معي حتى تحصل الخريطة الامريكية. طبعا هذا انتم تشوفون هذا محاكي الشاحنات الامريكية ليس اوروبية. لما بداية تصفت المودات مالتك شوية تبقى حتى يقرأ الكمبيوتر حسب مواصفات جهازك. أنا هم حسب بلعب، هذا أول مرة يعني بلعب، أنا هم صفتت المودات وش اسمه، فقلت أشوف يسجل، والله طلعت ما يسجل، تعب مالتنا كله راح تبلاش. ومود الليفل والمصاري أنا نزلت عليكم مود الليفل والمصاري، ادخل ويا فيديوهاتي، ماكو فرق بين محاكي الشاحنات الأوروبية أو الأمريكية. حمل المود الليفل من عندي. زين، أنا خليت الصورة ما دولار على المود الفلوس والليفل، خليت الصورة ما دولار، حملها من هنا. هو ماكو فرق قلت لك بين أمريكا وأوروبا. زين، فأني اختار هذا مكسيك هسا حاليا نحملها. حملنا، تابعوا شوية ركزوا، وصل هذا الحمولة. فهم تابع الخريطة نظيفة، معقولات بسجل. وطبعا أنا بلعب كل مرة أعلى جرافيك،
ماكو يعني جرافيك ما حافظ، ما احب اللعبه هكذا. والله حلو مكسيك. هسه اوريكم شلون خلي نوصل الحموله، اشوف لكم هكذا خريطه جد كبيره وعملاقه، وبعدين بالاخير اقول لكم شلون تصفط المودات. سهله، طريقه سهله، ولازم طبعا لازم تسوي بروفايل جديد. هذا شنو؟ اوه شنو هو؟ ما عرفت. ايه هذا هم واحدة نوب. الخريطة تقريبا كله $75، انا جايبها من صديقي الالماني، عفوا مكسيكي، بلاش والله، هو $75. طبعا هذا للمحبين الشاحنات الامريكية طبعا مو الاوروبية. حلو مكسيك، هات ترابي. يابا لا ما شلت شوية، مستعجل. خريطة ماريو أحسن شريك يا شباب. شباب على السريع جاي الشرطة عادي. خطوات شوفها، شوف الطريق شقد بعيدة. شباب هم زين دست على الخريطة، شوفها هسه اني وين بهذا الدولة. شوف شقد كبيرة، هذولهم كلهم مدن، هي مدن، هذا مدن، هذولهم يعني خريطة عملاقة جميلة جدا، كثير كثير كبيرة، يعني قد ما تودي من هنا من هنا ما يخلص. شوف هنا بعدين هسه تجي هكذا، انا هسه حاليا هنا، وهكذا هم تقدر تمشي. هي شوف 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 شلون يمشي هكذا، هذول كلهم مع من عرجات وترابي وكاليفورنيا ومكسيك وكندا إيه. شوف تجي هنا ما بعرف وياك، هذا كلهم دول. شوف هكذا، وهذا هم دولة، شوف دولة صغيرة هنا يعني كبيرة جدا جدا. هذا هم مدن ودولة ما بعرف يا دولة. مهم هذا امريكا، شوف هذا امريكا من هنا، هذا امريكا. وشباب نسبة دي ال سيات بصراحة انا ما بعرف، انا عندي دي ال سياتي فول. فشوف هذا هم مدن وشغلات شباب، فش اسمه اذا تحب حبيبي نزلها، اذا اشتغلت خير على خير، ما اشتغلت يعني اذا تحب احتفظ بها حتى تشتري دي ال سيات او انت تريد كبه. شوف شباب ايش قد كبيره ما شاء الله. هسه شو نعمل؟ احسن شيء نطير شويه، ما اريد الفيديو يطول، نطير شوية. ها هنطلع الجي بي اس مالتنا، هنوصل هذا الحمولة. اني هم لازم اثنين مرة اوصل الحمولة على الشغلات بنايات. وندوس الباجين. خريطة خفيفة الشباب، بسرعة حملت الكمبيوتر مالي، والله خفيفة جدا. نشوف من هذا السرعة نحنا نطير وما كولات. شو أنا نروح على السماء هكذا، نجيب الشاحنة مالنا هنا. هذا الخريطة يكفيك يعني تقريبا شي سنة حتى تقدر تخلصها، اما حتى لا تغير الخريطة مالتك ابدا. على موجودون
ناني ستيفان صديقي نجح على الأونلاين نلعب. قال لي ستيفان هذا صديقي يجي هو ما عنده DLCات يحمل الخريطة ويشوف إذا اشتغلت أم لما تكتبوا التعليقات أجاوبكم. بس مثل ما أنا قلت لك حبيبي حمله وهسا أعلمك شلون تصفت المودات. خلي نوصل الحمولة ومود الليفل والمصاري. قلت لك ماكو فرق بين محاكي الأوروبية أو أمريكية. حمل المود المصاري أنا نزلته خليت الصورة ما دولار صورة أبيض بها دولار هو مود الليفل والمصاري زين. الله وصلنا هذا الحمولة يلا شوف كم فلوس أنا أخذت مليارات الدولارات. مهم هسا حاليا شي نعمل شباب لازم اني هم بلعب واحد مرة نوب بس ما اريد الفيديو يطول. يلا حبايب قلبي نجي هنا على المكان الدي ال سيات يعني شو اسمه عفوا تصفيت المودات. تجي هنا اول شي تعمل اول شي تعمل تجي تعمل بروفايل جديد تدوس هذا هذا اول شيء. لما طبعا انت حملت المودات وكبيت مودات مالتك ويا البروفايل تجي هنا تدوسه تقول له مثلا انت تسوي بروفايل جديد تدوس هنا هي نيو بروفايل تدوسه بعدين شي تعمل خليها هذولهم خليها تعال هنا دوسه واحد كليك واحد كليك دسنا شوف هذا بها ارقام شباب هي هذا واحد اول شيء تدوس رقم واحد هي هكذا هي واحد دبل كليك تضرب دبل كليك يصير اخضر هذا اصدار 1.43 لا تنسى واحد اثنان ثلاثة اربعة خمسة ستة سبعة هكذا. وموديل ليفل والمصاري يلا انا هم اخليها بالوصف هذا المتحملها بس واحد متخليها تخليها هنا فوق ايه. وبعدين شي تعمل تقول له نعم تدوس هنا تصبر شوية شوية قليل ها هسه دا يشتغل يا شباب اشتغلت شو اسمه الخريطة مالتنا ما هسه انتم شايفة طبعا شغال هذا البروفايل جديد سويت على مود خاطركم. هذا الخريطة مالتنا هذا الامريكا كلها شوفه هذا كله ما اشتريته دي ال سي طبعا. وهذا تابع الخريطة مالتنا من هنا وهنا 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 بعدين نجي تحت شوية هذا مدن وهذا هم هذا مدن مدن ودولة وما بعرف شنو هذا كله عملاقة والله. هذا كان اختارت واحد منطقة مثل هنا ما بعرف له هذا له هذا انا كان اختارت هذا شوف هذا عملاقة يعني شباب كبيرة جدا جدا كبيرة يعني اكبر من البرومود خريطة ريو ماريو هو طبيعته هيك كبيرة دائما. فشي نختار نختار المرة هنا يلا هذا على مود خاطركم نقول له نعم نحن وحيد هنا هسه نشوف خريطة ونقول لكم في مالا والله يابا ندوس هذا نقول له خلي قبل يمشي وين الباقي خليني نشيل هذا نوقف وقف يلا وصلنا يلا الشباب فيما لا اهم شيء لا تنسوا اللايك والاشتراك دعمنا بالقناة المتواضعة فيما لا الله معكم. تابعوا الشرح زين حتى ما تخلط يعني تعرف كل شيء.